بابا بيقول هتشوفوا فجآت، هتشوفوا في اليوم الأخير ناس لا يمكن إن أنتوا كنتوا تصدقوا إن هم قبلوا المسيح. يا رب. ده كلام البابا شنودة. تمام. فالمهم لقاء دول بعد الساعتين الضيوف والمدعوين والصحفيين والإعلاميين إلى آخره إلى آخره إلى آخره. في صحفي عمل حديث معه. الصحفي سأله سؤال. كان دايما الشعراوي يقول نحن جميعا إحنا عبيد الله. الصحفي ده لما سأله السؤال قال له إحنا عبيد ولا أولاد؟ والكلام ده قريته بعناية في جريدة الأهرام وهي الجريدة الرسمية المتحدثة باسم الدولة. قال نحن جميعا أولاد الله. الشعراوي قال كده. المهم بعد كده الثلاث ساعات ونص اللي كان مقرر لها نص ساعة، ثلاث ساعات ونص لا الشعراوي لازم بيته وما كلمش أي أحاديث بعد كده، كان اللي بيتذاع ده مسجل زي ما بيتذاع ليه الآن، لغاية المعجزة اللي حصلت في مرضه الأخير اللي توفى فيه. طبعا هو اتعمد في اللحظة دي.